ماريا اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك عطا. اول شيء بدك تخبرينا عن هالاغنيه. نمنا فقنا لقينا ماريا خيطة الدنيا كلها ومنزله اغنيه عملت بوم يعني للعالم. خبرينا عن الاغنيه. اول شيء اجمل سهرات اغنيه هي اغنيه ثالثه طبعا. صراحه مثلك ما كنت متوقعه هيك بهيدي السرعه، مع انه كان عندي يعني ايمان صغير هيك إيه، كان عندي تفاؤل انه حتكون حتعمل شيء ما توقعت بهيدي السرعه، بس الحمد لله يعني مبسوطه ومتفاجئه. بدي اشكرهم، بدي اشكر تيم يس، كلمات سعاد ملحم، الحان عمار ديراني، توزيع سيزار عبد المسيح، وانتاج جي ام اتش برودكشن. مندولي مندولي. اوكي، هالاغنيه عم تقولي انه كان عندك احساس ضئيل شوي انه تاخذ يعني صدى اذا بدنا نقول. سابقا ما كنا كثير نسمع بماريلا، كون واضحين شوي. شو اللي تغير؟ يعني عم تقولي مقطع اغنيتين بس هدول الاغنيتين نحن ما سمعنا فيهم او ما وصلوا لنا. صح. اوكي، هي الاغنيه وصلت لنا، شو الفرق بيناتهم؟ فرق انه كان في هالمره تيم عمل جيش يعني مثل ما بيقولوا. كان عندي ثقة فيهم وكنت بعرف انه انا وياهم ماشيين على الطريق الصح. يعني واحد بيتعلم من اغلاطه، فانا هيدوليك مش بعتبرهم اغلاط الاغاني اللي مرقت، بس تعلمت منهم شو كان ناقص وباي مطرح كان في ضعف، وعلى هذا الاساس تصرفت. بلس انه بوجود هذا الفريق يعني مع بعض كلنا سوا قدرنا انه نحقق هذا النجاح بالاغنيه الثالثه. الثالثه سبت صار فينا نقول انه ماريا اخذت اللون تبعها، يعني خلص هذا الستايل تاع ماريا، يعني البصمه الهويه البصريه والسمعيه تبع ماريا. هلا هو بفتكر من الصح انه واحد دغري اول ما يبلش يكون نقل ايدنتيتي تبعه، هذا اللي لازم، بس بفتكر بعد بغير شوي. يعني هلا عملناها لهذه الاغنيه لانه صيف ولانه هيك شوي حماسيه وياس، فحسيتها بتلبق للصيف، بس ممكن اكيد اني اغير شوي، مش يعني اني ابعد عن الايدنتيتي تبعي، انا بضل على الكلاسيك، بس انه منغير شوي مواضيع تامبو بيتس وهيك. خاصة انت بتغيري بالحفلات كمان، بتطلقي اغاني بغير لهجات، يعني بتغني غير لهجات، عراقي خليجي مصري باتقان بتقوليهم يعني. فهيدا الشيء بيساعدك يمكن اذا بدك تطلقي اغنيه خاصه لك تكون بغير لهجه. اكيد بحب كثير. شو اكثر لهجه بتحسيها هيك انت بتحبيها؟ هلا انا بحب العراقي كثير، وهلا دارج العراقي، وبحب بلاقي لزه غني مصري. انا بحب الاغاني المصريه كثير. حلو، صار عندنا هون نوعين، مصري وعراقي. في شيء غنيه مصريه او عراقيه قلتي يا ريت غنيها انا، او يا ريت تكون باسمي، او بتمنى انه كون انا اللي مغنيتها مش هيدا الفنان او هيدي الفنانه؟ بقول لك ما بقول هيك، بس بقول لك شو المفضلين عندي بالحفلات، بغني لف بينا، يا دنيا، وبحب دعينه مني كثير. فهيدول الاثنين دائما بمرقهم بكل، يعني الستيل الشرقي البيور اذا بدنا نقول. طيب عراقي في كثير كمان. غنية واحدة عراقية بقول يا ريتها لإلي مثلا. الله يسهل لك، بحب معقولة كثير. يلي دارجين هلا كمان والناس بتحبهم، بحب غنيهم لانه بشوف الناس قديش عم يتفاعلوا معك كثير. حلو، غنيتي مهرجانات؟ طبعا، هيدا السنة كان عندي مهرجانات بالشمال، كان عندي بعمار، وكان عندي بأميون. أوكي. وعملت حفلات بالشمال كمان بأهدن والكورة وهيك، ومهرجانات هول كانوا بالشمال. كان عندي بصيدنايا حفلة شدناكي بسوريا. ياس بالشراطن. كيف كان التفاعل؟ حسيتي بفرق؟ بحب الشعب السوري كتير، له معزة خاصة بقلبي، وبحب يعني انا كنت غني بطرطوس، غنيت من زمان بطرطوس بمطعم المسقى، وغبت شوي عن سوريا لاني سافرت وهيك، واليوم والسن رجعنا على صيدنايا. حلو، انا بحب غني هونيك، والشعب الحمد لله الناس بتحب حبتني. هلا نوصل على جو شوي سوء تفاهم اذا بدنا نقول بين فنانين كبار عم تصير بالوسط الفني، يعني نحن عم نحكي مريم فارس وفارس كرم، نحن عم نحكي زياد بورجي وإليسا، هذا الجيل اللي يعتبر الجيل الذهبي بالنسبه لنا اللي ربينا عليه وكبرنا عليه. شو وضع هذا السوء التفاهم اللي عم يكبر؟ يعني ما بقته مجرد سوء تفاهم، صار في محاكم وفي قضايا وفي دعاوي. فشو انت شو رايك كمشاهده قبل ما تكوني كزميله؟ هلا نحن عم نحكي عن هلا عم بيصبوا على المسارح هن اوريدي نازلين ببعض اللي هن الجيل الذهبي. يعني ما بعرف شو بيزعل صراحه. يعني نحن بالنسبه لنا بعدنا بنسمع مريم وفارس كرم وزياد برجي وإليسا، نحن بالنسبه لنا بعدنا في ناس يعني بتتمثل، يعني بتتمثل فيهم، نحن بنحب نسمع ونحب هيدا فن بالنهايه. يعني الفن حلو. هلا بتقول لي حمامه سلام ترجع عندي لك حمامه سلام لا، بس انا نحن عم نقدم فن، عم نقدم اشياء حلوه. ليش بدي وجع راس الناس؟ ما هي اللي فيها مكفيه،
ويلي عنده مشاكل ببيته ومتخانق مع صديق او حبيب صح بدي اجي كمان نكد عليه بقوم عليه بالاحرى. وفي عندك ناس ما تنسى مثلا اليسا عندها جيش من الفانز وزياد برجي طب ما هدول العالم عم يتخانقوا ببعض وعم نزل اغنيه بصوته فانت مع اليسا ام مع زياد ام مع التصرف واذا انت كنت المطرح هون شو بتعملي؟ هلا بدي اقول لك شيء انا ما بعرف هي اذا قصدت او ما قصدت أوكي. ممكن تكون مقصوده ممكن لا طيب. ممكن لا رح دافع عنها لانه انا بكون اون ستيج بيجي مثلا حدا بيقول لي رحبة بالفنان او بهذا الشخص بعد خمس ثواني بقول له شو كان اسمه انا كثير بنسى طيب. ايفن الناس اشتغلت معي وهيك فيلم المقابله بقول يا بتقولي بتنسي معقول صار معك شيء موقف محرج بسبب النسيان او وقعه خبطه سمعنا انه بضلي عم اون ستيج بايام بيكون في صبايا هلا هن كمان ما يلوموني بيشبهوا بعض صاير هي لطشة طب لا انا بتزعيهم غيروا الحكيم يعني؟ لا انه عن جد كثير في مبالغه فايام بكون مانك عامله عمليه تجميل لحظه وجهي لا انا شوي جديد بهيدا الموضوع لا وجهي لا بس عامله عمليه تجميل عامله بريست اوجمنتيشن اوكي يس طيب. بس وجهي نو كملي لنشوف ففي صبايا بيشبهوا بعض كثير فمره اون ستيج بكل حماس انا قربت لعند بنت ورحبت فيها هي بتكون غير وحده فهي صارت تضحك منيح انه تقبلت الموضوع بطريقه بيروح رياضيه يعني اوكي بتصير والخبطات خبطات شو؟ يعني وقعتي؟ ايه شو؟ كذا مره كان عندي حفله باهدن كيف تدارك الموضوع طيب؟ بضحك على حالي ما بتأثر عليكي سلبيا؟ لا بصير ارجف هيك بلحظتها بس من الخوف يعني برافو يس بس لا برجع بطلع بضحك على حالي بصير العالم عم تضحك كمان مش انه انا اذا حدا واقع قدامي بضحك بتضيع بروح رياضيه بتضيع ال ايه بس لا مثلا مره محمد رمضان واقع قدام ملايين العالم ورجع رقص نو ورجع عادي حمل الشوز تبعه وضلوا انه واحد بده يكمل يعني طيب في حال تمت مشاركتك مع احد الفنانين بمهرجان بحفل بشيء ما مين الفنان اللي بتتمني انك تشاركي الحفل هلا انا شاركت مع تقريبا اللبنانيه كلهم يمكن بعد في حبيب قلبي ماي نمبر 1 ملحم زين بعد ولا مره عملت حفله تحية اكيد يس اكيد ايه ولا مره بعد عملت معه حفله باقي يمكن كلهم شاركت مع استاذ شادي جميل جورج وسوف محافظ الالقاب نادر قتا زياد برجي كمان الفنانين عم يتاثروا سواء كانوا ممثلين او مغنيين فنان هو بالنهايه مشهور عم يتاثر بالحاله العاطفيه تبعيته يعني عم نشهد اوقات معارك طاحنه بين الزوج والزوجه على الهوى على مثلا شيرين جوني ديب يعني مختلف المجالات عاطفيا انت قد ايه بياثر عليك هيدا الشيء اول شيء مريتي بمرحله عاطفيه كانت ان اي ريليشنشيب توكسيك ريليشنشيب مش كثير بدي احكي عنها بس يعني كانت فيها وكانت بعد يعني كنت بالفن وهيك ما كانت منزله اجمل سهرات هيدي خبريه من قبل يعني من سنه او اكثر كان ضد الفن هو يعني اوكي شرقي كان يعني ولا سوبر. لا سوبر شرقي اوف فكان ضد هذا الشيء كنت كل ما بدي اطلع عندي حفله على المسرح يكون في سمه بدن مثل ما بيقولوا كنت اطلع معصبة ومشنجي اون ستيج وزعلانة بس قالت لي انه خلص شغلي هيدا أوكي. لازم نبسط الناس هذا اون ستيج فكنت بهيدا الريليشن شيب عانيت كثير من هيدا الموضوع هلا اتعلمت انك ما تفوتي بعلاقة مش انه ما فوت بعلاقة لا بالعكس انه فوت بعلاقة مع انسان بيفهمني اوكي بيتقبل شغلي بيتقبل انه انا بدومين اول شيء يوثق فيه از لونج از في ثقة خلص على عمياني مين ستيلك من الفنانين إذا بدنا نحكي عن علاقة عاطفية ستيل عم نحكي مش شخص ستيل يعني بيشبه طيب. كذا فنانين مغنيين يعني لبنانيين يا الله مش ما تهلا تقلي لي أجانب وتبعد الموضوع صعب يو نو يعني انت بتعرف ليش بحسه يمكن سعد رمضان بتعرف ليش لأنه حضرت له كذا مقابلة طريقته كيف بحب وكان له فتره ترندينج على تيك توك عم يحكي عن ريليشن شيب مرق فيها وهيك قلت انه بعد في هيك اصلا يعني عن جد بعد في شاب بحب هيدي الطريقه فممكن بحب هيك كشكل كمان سعد رمضان ايه قمر حلو طيب انا بنهايه مقابلتنا اليوم بدي اتشكرك بدي اقول لك ثانك يو واتمنى لك التوفيق وان شاء الله من الى دائما ثانك يو انا بدي اقول لكم ميرسي كثير انبسطت كثير اي انجويد The interview, Amjad. يعطيكم ألف عافية. Thank you.